من مهازل الأدلة وسخرية البراهين في النظرية القصدية لعالم سبيط النيلي أن لفظ ماء ووتر يجمعهما إبريق، لأن كلمة ووتر وكلمة إبريق فيهما حرف الراء، فتكون العلاقة ذاتية بين الألفاظ والمعاني بحسب نظرية النيلي. مثلا أعطيكم كمثال، يعني لا، ليست القضية على نحو المسحة وإنما حقيقية، صدقوني القضية حقيقية. الآن الإبريق، إبريق ماذا يوضع في الإبريق؟ يوضع ماء. لاحظ الإبريق فيه حرف الراء والووتر فيه حرف الراء، إذن تدل اشتراك بين ووتر وماء، فتدل على هذا المعنى. بهذا المستوى من الأدلة يستدل على المصبر، فهذه مهزلة وسخرية. نظرية ناقصة، فبعد التي واللتية وصل عالم سبيط إلى تفسير الحرف الرابع عشر وترك 14 يتامى لا يجد من يفسرها ومن يأتي بنظرية قصدية أخرى، إلا أن السيد الصرخ الحسني دام ظله نقض على هذه النظرية بالفصول الثلاثة التي أصدرها وأبطلها جملة وتفصيلا. يعني عندما انتهت، عندما رددنا عليه، هو وصل وكلف نفسه حتى وصل بعد اللتية والتي بعد جهود لا أعلم كم من السنين، وصل حسب ما أذكر، يمكن القضية قديمة قبل أكثر من 11 عاما أو أكثر من 13 عاما، عندما أعتقد وصل إلى الحرف الثاني عشر أو الرابع عشر. إذن بقيت النظرية ناقصة، يعني لم تكتمل عنده كل الحروف، وكيف تدل على ذات؟ هذا أول رد وأول نقض عليه. إذن حتى تكون النظرية مكتملة عليه أن يحلل كل الحروف ويثبت لنا دلالات كل الحروف حتى تكون النظرية متكاملة. هذا أولا. الشيء الثاني، حتى أيضا هذه خريطة الرد عليه. الشيء الآخر، مع هذا المقدار ومع هذه الجزئية في ما طرحه من حروف ومن دليل ومن نظرية، نحن على هذه الجزئية سجلنا النقوضات عليه. علم الحروف يستطيع كل إنسان يتلاعب به ويسخره لنفسه، وهو مسألة كيفية كما تلاعب بها عالم سبيط النيلي في نظرياته المطروحة التي ردها المرجع الكبير سماحة السيد الصرخ الحسني دام ظله لقناة المركز الإعلامي محمد الأسدي كربلاء المقدسة.